تخيلتوا حالكم تفهموا لغة النمال، تقعدوا على الأرض، كيف بفكروا؟ كيف بتصرفوا؟ وين بيروحوا؟ كيف بفهموا على بعض؟ أثبتت دراسة ألمانية إنه النمل بصدر أصوات بجسده بتعبر عن لغة بيتعاملوا فيها. في كثير أصوات حوالينا ما بنفهمها. حد فيكم فكر يفهم اللغة اللي بيستخدموها الأطفال قبل الحديث؟ أوضح مثل الانتباه. طيب لو حكيت لكم إنه ممكن نفسر صوت الطفل الرضيع وحركات جسده ونعرف ليش بيبكي وإيش معنى حركة جسده، يمكن يكون مستحيل، صح؟ أنا اليوم هان لأثبت إنه ممكن. اليوم بدي أحكي لكم عن تجربة حلوة خضتها منذ الصغر. تجربة نقلتني من الخلجان، القرية الصغيرة الواقعة في أطراف جنين اللي يمكن معظمكم ما سمع فيها، إلى بعض المحافل العلمية العالمية اللي زادت ثقتي بنفسي، تفاعلت مع العالم وعشت أجواء رائعة جدا. تجربتي كانت مع بكاء الأطفال. لما كنت صغيرة كنت أسمع خواتي التوأم وهن يبكي، أسأل إني ليش هذا البكاء الشديد وإيش بدهم بالضبط. كنت كل يوم أسأل حالي ممكن أساعد أمي وتعرف ليش خواتي ببكوا. ومن هان بدأت أفكر بأعمل إشي يساعد أمي وأدخل مسابقة عالمية. كنت كل يوم قبل ما أنام أفكر وأتخيل حالي إني فايزة، وساعات أبكي من الفرح. تحفزت قررت أبدأ مشروعي. جربت أعمل كثير شغلات، جربت أعمل روبوت بيساعد الأم، وجربت أعمل جهاز بأجواء النوم جميلة. فكرت وفكرت لحد ما قررت أعمل تطبيق، وحطيت 50 سبب ليش هذا التطبيق، وبدي أحكي لكم واحد من الأسباب. وجد باحثون أمريكيون في جامعة ييل وكلية الطب في جامعة هارفارد إنه ترك الطفل الرضيع يبكي لفترات طويلة وعدم الاستجابة له حتى يشعر بالإجهاد يؤثر سلبا على الدماغ العصبي ونفسيته وسلوكه فيما بعد، ويؤدي إلى تغير أنظمة الناقلات العصبية مسببة في التغيرات الهيكلية والوظيفية في دماغ الطفل الرضيع، والتي تؤثر عليه سلبا وتظهر عليه علامات مشابهة لتلك التي تظهر لدى البالغين الذين يعانون من الاكتئاب. يعني باختصار، إذا شفتوا طفلكم بيبكي وطنشتوه بأثر عليه سلبا، وبنشوف عليه الاكتئاب زيه زي اللي بنشوفه على الكبار وغيرها كثير من الأضرار. وانطلقت بعمل تطبيقي لحتى توصلت لتطبيق بيقوم بتسجيل صوت الطفل الرضيع وتحليله وإخبار الأم سبب بكاء طفلها، وكمان باخذ صورة لحركة جسد الطفل بحللها وبخبر الأم معنى حركة جسد طفلها. ومن خلال تطبيقي قدرت أبدأ بتحقيق أول خطوة بحلمي من خلال مشاركتي في مسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. كملت إجراءات المشاركة وشاركت، حصدت المركز الرابع على مستوى جنين والمركز الثاني على مستوى فلسطين، وتأهلت للمنافسة الدولية في مسابقة انتل آيسف اللي تعد أكبر مسابقة علمية عالمية ممكن لطلاب المرحلة الثانوية ما قبل الجامعة يشاركوا فيها. المنافسة في آيسف ما كانت سهلة، عم بمشي على قواعد عالمية وعلى لغة غير لغتي، مع هيك كان في متعب الموضوع. كنت عم بحقق هدف من أهدافي اللي كنت راسمته بخيالي. ما فزت بإنتل. هذيك الفترة حسيت تعبي كلياته راح. كنت أضل قاعدة لحد ما تذكرت جملة حكالي إياها أحد الحكام. حكالي ليالي إذا ما فزتي ما تمدي إجريكي وتنامي، تطبيقك إله مستقبله. رجعت عندي طاقة رهيبة ورجعت وكملت. وبعد فترة
شفت إعلان لجائزة ناصر بن حمد العالمي للإبداع الشبابي. دخلت على موقع المسابقة، قرأت المتطلبات وقررت إني أسجل. لما كنت أعبي بطلب التسجيل وقفت وحكيت ما بدي أسجل، ما بدي أوصل للنهائيات وما أفوز مثل مسابقة إنت. قعدت مع حالي وحكيت لا يعني ما في إلا طريق، يا بتكملي يا بتستسلمي. بس أنا قررت إني أكمل. رجعت على موقع المسابقة، عبيت طلب التسجيل، تخطيت 3 مراحل التحكيم، وتم اختياري كأحد الفائزين العالميين من بين 8000 مشروع من 127 دولة من مختلف أنحاء العالم. آمنت بفكرتي رغم إنها كانت مستحيلة. قرأت دراسات وأبحاث العلماء وجمعت معلومات عن بكاء الأطفال. شفت وقرأت كيف حاول العلماء والمفكرين يفكوا شفرة بكاء الأطفال، منها أجهزة ومنها روبوتات ومنها كثير شغلات، لحد ما قرأت دراسة بتحكي الذكاء الاصطناعي يمكنه فك شفرة بكاء الأطفال. حكيت لحالي لقيت الحل، تطبيق لاستخدام الذكاء الاصطناعي. عرفت كيف بدي أحل المشكلة. بدأت أتعلم كيف ممكن أعمل تطبيق يكون مفيد، يحقق انتشار ويكون مصدر دخل. بدأت أتعلم ذاتياً من يوتيوب. تعلمت الذكاء الاصطناعي اللي هو أنظمة أو أجهزة حواسيب تكافئ قدرات الذكاء البشري، وكمان لموقع البيرسونال أوديو كلاسيفاير، موقع لتمييز الأصوات. بنضيف على الموقع مجموعة فئات الأصوات اللي إحنا بدنا نميزها، وبنضيف كل صوت بفئة المناسبة، وبصير الموقع قادر على تمييز أي صوت بدخل إله حسب الفئات المدرجة بنظامه. وكمان لموقع البيرسونال إيميج كلاسيفاير، موقع بيكون بنفس عمل موقع البيرسونال أوديو كلاسيفاير ولكن لتمييز الصور، وربطهم بلغة الآب إنفينيتور، لغة برمجة بسيطة لتصميم تطبيقات الأندرويد مبنية بلغة جافا. بعد ما تابعت الخطوات السابقة، بعد فترة 3 شهور طلعت بتطبيق بعرف سبب بكاء الأطفال من صوت بكائهم وحركات جسدهم. تم تجربة تطبيقي على 30 طفل، منهم كثير البكاء ومنهم متوسط البكاء ومنهم قليل البكاء، و50 صوت من الإنترنت لبكاء الأطفال، و60 صورة لحركات جسد الأطفال من الإنترنت، وكان هناك دقة ومصداقية في النتيجة من التطبيق. رح أشتغل مع شركات عالمية بخصوص تطبيقي، ورح يتم تعليم التطبيق لحتى يكون مرشد لجميع الأمهات في مختلف أنحاء العالم. إن أتأهل المنافس العالمي في إنتل آيسف وأحصد المركز الثاني عالميا في جائزة ناصر بن حمد العالمي للإبداع الشبابي، رح أنشر تطبيقي الخاص فيك وأحصد على براءة اختراع وأكون مخترعة. كل هاد كان قبل 3 سنين خيال، اليوم بوقف قدامكم وهو حقيقة. كنت بقدر أكون مثل الشباب والصبايا بس عم بلعب ببجي أو أحضر مسلسلات، وكنت بقدر أكون رقم بدون قيمة أو صفر على الإشمال بالمجتمع، بس ما كنت بدي هذا الإشي. كنت بدي أكون شخص فلسطين تفتخر فيه بيوم من الأيام. كلنا هان عنا مواهب تختلف من واحد للتاني، كل اللي علينا نستنهض هاي المواهب بالجد والاجتهاد والتعب لحتى نذوق حلاوة النجاح. مش رح تنجح من أول مرة، ولا رح تفوز بأول مسابقة رح تشارك فيها، بس بإرادتك وبعزيمتك رح توصل لأي إشي بدك إياه مهما كان صعب ومستحيل عن بعض الناس. وآخر إشي بدي أحكيه عبارة أفلاطون المشهورة، الحاجة أم الاختراع. شكراً.